سلة ربع المقدس هو المكان الوحيد اللي موجود فيه في ماية أمدين، لكن في تلات درجات زي ما قلت لكم إن كلمة تلة أو كلمة كوم دي نتيجة ليه الحالة اللي بيبقى عليها المكان دلوقتي، إن أنت بتلاقي تلة من الرمل أو كومة من الرمل موجودة في المكان. المكان ده بقى اسمه تل السمارة في ماية أمدين، وده يا جماعة إيه بقى؟ ده اتعمل فيه حفلية عن طريق بعثة ألمانية من جامعة ميونخ. الوزارة الآثار عملت برضه فيه حفلة، وكمان مؤخرا المركز البرنس للدراسات الشرقية عمل حفلة في المكان ده، وأثبتت إن المكان ده من أقدم الأماكن اللي موجودة في تاريخ مصر كلها. تمام؟ اللي إحنا شايفينه دي ده بقى اللي هي الأماكن دي كانت المفروض مقر مكتشفة في الموقع، وتم استخراج المحتويات بتاعتها. المقابر دي بترجع تاريخنا لعصر ما قبل الأسرات وبداية عصر الأسرات. دي صليات اتلاقت مثلا في المقابر دي، وده بقى حكم من الأسرة الأولى. تخيلوا هو عندنا مكان في التقاهلية بنلاقي فيه حاجة من الأسرة الأولى، ده حكم من واحد اسمه إيجيبت لقينا عليه اسم الملك، ملك اسمه حور عحر، ده ملك من ملوك الأسرة الأولى. طيب ايه يعني؟ يعني هل ده اهليه فيها تل ربع وفيها تل السماره بس؟ لا، احنا عندنا قوه تنايل الحديد مكان ثالث اسمه تل الضبعه. تل الضبعه اتلقى فيه اثار من عصر ما قبل الاسرات وبدايه الاسرات. زي ما احنا شايفين اهو الحفر دي بتورينا مقابر مكتشفه في المكان. اللي احنا شايفينه تحت ده اواني عامله على هيئه الشوح بتاعه الحمام. زي ما احنا شايفين بقى ان في اواني فوق. الحاجه اللي تحت ده بقى طبق من البازلت، يعتبر من اقدم الاطباق اللي اتلاقت من نوع من الماده دي في مصر القديمه، وتلاقي فيه اللي ايه في برضه في التقاهليه. نخلينا بقى كمان في مكان تاني جوه تمايل الامديد برضه، مكان اسمه كوم الخلجان. كوم الخلجان ده يا جماعه من انظر الاماكن اللي انت تلاقيها في التقاهليه ولقوا فيها اثار بيرجع تاريخها لعصر الهكسوس. الاثار بتاعها عصر الهكسوس الكون هي كانت متمركزه في الشرقيه، لكن ان احنا نلاقي اثار من عصر الانتقاليه فده يعتبر حدث مهم جدا. ده اسمه كوم الخلجان، ده المتبقي من الموقع دلوقتي. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده مقبره من عصر ما قبل الاسرات، وشايفين هيكل عصبي في وضع الجنين في بطن امه. ده الاتيتيود اللي كان بيحطوا الهيكل العصبيه في الفتره دي. نفس الحكايه بنلاقي مقابر من مقابر الاسرات. احيانا بقى المقبره من جوه يعملوها لك ازاي؟ يعمل لكم ان المقبره مكونه من اوضه يحط لك فيها الهيكل العظمي ويحط لك فيها الاواني، واحيانا بيعملوها على اكثر من غرفه. لكن اللي احنا شايفينه اهو بتلاقي الهيكل في النص وفي الاواني اللي كان المفروض وفقا لمعتقدهم المتوفى هيستخدمها في العالم الاخر. الصوره بقى دي مقبره من مقابر عصر الهكسوس اللي اتلاقت في كوم الخلجان في تمايل الامدين. نسيتنا بقى من تمايل الامدين وروحنا للسلم اللاوي. حابب السلم اللاوي هنا؟ ده مكان اسمه منشيه عزه. المكان ده كان ارض زراعيه عادي خالص. في يوم من الايام في التسعينات واحد من مجموعه الفلاحين قعدت تزرع بتدب الفاس في الارض، يبصوا فجاه لقوا ايه؟ لقوا فيها واحد مكرمين. كلموا وزارة الآثار، وزارة الآثار جت ابتدوا إن هم عملوا حفلة. بيبص لقوا إن المكان ده مليان آثار كتيرة جدا بيرجع تاريخها لما قبل الأسرات. إحنا بنتكلم على 3000 وشوية من البلاد و4000 وشوية من البلاد. وبعد ما طلعوا الآثار اللي موجودة فيها ابتدوا إن هم يزرعوا تتسلم للفلاحين والناس تزرع تاني. دي مثلا مقبره من المقابر المكتشفه، هنشوف ان اي اوضه بيتحط فيها الاواني والاوضه الثانيه محطوط فيها الكام محطوط فيها الهيكل العظمي. دي اواني كان بيخزنوا وبيستخدم في التخزين. دي بقى حاجه من انظر الحاجات واهم الحاجات وتتعدى على الصوابع من نوع مصر. دي حاجه بنسميها صلايا. صلايا دي كانوا بيستخدموها لنحت الكحل. ان احنا نلاقي حاجه بالمستوى ده وبالنقوش دي كان حاجه برضه من الحاجات النادره اللي انتوا تلاقوها. دي سكينه مكتوب عليها اسم ملك من ملوك الاسره رقم واحد. ملك اسمه الملك دين من الاسره رقم واحد.
القايد بيها محافظة النطالية. محافظة النطالية دي فيها مكان اللي هو شايفين الصور بتاعته ده. ده مكان في السنبلاويين اسمه تل غزالة. لو حد يعرف قرية اسمها قرية غزالة جنبيها المكان ده. ده المنظر بتاع الموقع اليومي. المكان ده يا جماعة تلاقي فيه أقدم مصنع قيعة، أقدم مصنع قيعة في التاريخ. أقدم مصنع قيعة في التاريخ في مصر شرقها وغربها وشمالها وجنوبها تلاقي هنا في السنبلاوية. دي بقايا المصانع بتاعة القيعة اللي هي أماكن بتستخدم في صنع البيرة أو القيعة. دي البقايا بتاعة المصانع دي. أدي مصنع وأدي التاني. طبعا اللي احنا شايفينها باللون المحمر ده بقايا اكرام كانت بتستخدم في صنع الايه؟ صنع القيعه. وادي مثلا مصنع ثالث دي اكثر من 300 مقبره اتلاقت في المكان ده. المكان ده بالمناسبه شغاله فيه بعثه بولنديه من 98 لغايه دلوقتي. دي طبعا تماثيل صغيره. اللي على اليمين ده تمثال نوع من الحروب عند المصري القديم كان اسمها قرد البابون. التمثال ده ليه واحد قاعد راكع على الارض. تعالوا بقى نشوف الحاجه دي. الحاجه دي دلوقتي موجوده في المتحف المصري. تحديدا لو حد فيكم راح المتحف المصري هيلاقيها جنب صلاه الملك ناصر. الحاجه دي الناس بتعدي كده عليها رايح جاي وما تعرفش دي ايه. الاناء ده اتلاقى في تل غزال. الغطا بتاع الاناء اللي انتم شايفينه ده لما فتحوه وفقوا اللي جواه لقوا اللي جواه الحاجات دي. عدد كبير جدا جدا من التماثيل النذريه. تماثيل يعني كانت بتتقدم كنذور في المعابد. بصوا عدد كبير جدا. اللي احنا شايفينه على اليمين ده ده من ضمن الحاجات اللي بتلاقي هنا. اللي على اليمين ده ده تمثال صغير بالظبط. اللي على الشمال دي معلقه واخده هي كده تمساح معلقه. دي عصر رفاق الاسرات يا جماعه. فدي معلقه تلاقي الايد بتاعت المعلقه على شكل تمساح زي ما احنا شايفين. منظر الرسالينا ده من انظر برضه الحاجات اللي اتلاقت. ده انسان لحاكم وابنه. ده معمول من الخشب ومحطوط من بره ورق ذهب ولابس حليه زي اللي احنا شايفينها كده. حليه من احجار كريمه مستورده من خارج مصر. انا بكلمكم ان احنا في عصر ما قبل الاسرار وبكلمكم ان مصر كانت عماله بتستورد. يعني في روابط تجاريه وفي علاقات اقتصاديه بتحصل ما بين مصر وجيرانها من الدول. قد ايه يعني عايز اقول لكم ان مصر كانت متقدمه جدا وعارفه التجاره من قبل ايه؟ من عصر ما قبل الاسرار 3000 و4000 واقدم من كده كمان. حد من دجرمس؟ مفيش حد من دجرمس. دجرمس فيها اماكن اثريه برضه. معانا التل اللي احنا شايفينه الخريطه بتاعته ده. ده تل اسمه تل فيلا او تل تيبيليا. بصوا فوق على الشمال كده اللي فوق دي خريطه دجرمس تمام؟ وعلى الشمال ده تل اسمه تل تيبيليا. المكان ده اتلقى فيه معبد. دي بقاياه. المعبد كان من الاسره رقم 22 اللي اتبقى من المعبد زي ما احنا شايفين كتل حجر نيلي وكتل جرانيت موجوده في المعبد ده. وده تخطيط المعبد لما كان المعبد سليم اللي هو التخطيط اللي موجود فوق. ده طبعا بقايا مقابر اتلاقت في مصر من العصر بتاع الاسره 26 لل 30. بقايا التوابيت اهي موجوده في الموقع قبطان. دي بقى حاجات تلاقي جوه تل فيلا. دي اواني يا جماعه بنسميها اواني كنوبيه للناس اللي مش ارشاد سياحي. الاواني الكنوبيه دي كانت بيحرقوا المتوفى وكانوا بيشيلوا الاعشاب الداخليه والاعضاء الداخليه بتاعت المتوفى وبيحطوها في الاواني دي. مرايتين اهو فوق تمثال دبس اله المرح عبر مصر القديم. اله المرح عبر مصر القديم. واحد من الحولية اللي اتلاقى في سان فيلا. في بقى حته في ديجيرنس اسمها اشمون الرمان. اشمون الرمان في ديجيرنس اتلاقى برضه فيها اثار كتيره جدا من العصر المتقدم عشان برضه دوريهم اكتر من مكان ما طولوش عليه. من ضمنه كان التمثال ده من العصر المتقدم اتلاقى فيه اشمون الرمان. هوريكم بقى مكان جديد
لسه معمول فيه حفاير قريب من عده سنوات يعني، وطلع منه اثار مهمه جدا. ده تل التكامس اسمه تل البويه. من كذا سنه انا رحت المكان ده، كان ده منظر الموقع، كان كده زي ما احنا شايفينها. كان وزاره الاثار كانت عامله في حفاير، وكانوا طلعوا مقابر وطلعوا منازل زي المنزل اللي احنا شايفينه ده. ده كان عصر متاخر، ولكن من عده سنوات جت بعثه من المتحف البريطاني وجمعيه اسمها الجمعيه الاستكشافيه المصريه اللي هي بي اس، وعملت حفاير. وبصوا لما قبل ما يروحوا يعملوا حفاير بالقمر الصناعي، لما بيكشفوا على المنطقه دي شافوا المكان تحت الارض، ما عملناش حفاير قوي، شافوا المكان تحت الارض موجود فيه. ده اللي الاشعه بينته ان هو موجود تحت الارض. اللي احنا شايفينه ده كل دي مباني من ايام عصر الاسره رقم 19. يعني رمسيس الثاني وملك الفتاح والملوكي، الحاجات اللي احنا شايفينها دي معابد ومناطق سكنيه كلها من عصر الاسره. كل ده برضه افكرت واقول لكم ان كل ده موجود في الداخليه، وناس كتير برضه ما تعرفش عنها حاجه. حد مش شايفين؟ لقينا حد؟ مفيش حد من الشبابيك. طيب دي خريطه الشبابيك. المستطيل اللي احنا شايفينه ده، ده تل اسمه تل البلمون. ده موجود في شربين. تمام؟ باختصار كده تعالى اوريكم ايه الحاجات اللي اتلقت. اتلقى تل البلمون في شربين. المخطط اللي احنا شايفينه ده، ده مخطط لمقابر نبلاء، يعني عليه القبر كده زي ما بيقولوا. اتلقى لهم مقابر في تل البلمون. الناس اللي اتدبروا هناك النبلاء دول كانوا عايشين ايام الاسره رقم 22، ودي حاجات من المقابر اتلاقت زي ما احنا شايفين. تماثيل اللي على الشمال، اللي على اليمين دي بقايا التوابيت، اللي تحت ده حاجه بنسميها جععين اللي هي المنفسه. الناس بقى ما تعرفش ان تل البلالون اتلاقى فيه عدد كبير من المعادن. دول مخططين لمعبدين اتلاقوا هناك في تل البلالون. واحد من الاسره من 22 ل 26، واحد من ده ال 30، وده من 22 ل 26. ده مخطط برضه المعبد الثاني اتلقى من الاسره 26، كل ده احنا في تل البلمون. ده مخطط معبد اتلقى من الاسره 30، ده المخطط بتاع المعبد، وده حجاره مكتوب عليها اسم ملك من ملوك الاسره 30، ملك اسمه نقط نبو الاول اللي اسس الاسره رقم 30. الناس برضه كشفت تحت فوق الارض كده على ايه اللي موجود تحت تل البلمون، طلع لهم زي ما احنا شايفين الصوره دي. ده مخطط معبد موجود بالكامل اهو من الاسره 30. يعني ده معبد اوريدي كان مكتشف وطلعوا الحجاره اللي منه، اما اللي قدامه بقى هتلاقوا فيه مربع ما كانوش اصلا يعرفوا ان المنطقه دي فيها حاجه، كشفوا تحتها لقوا ان ده معبد من الاسره رقم 26. حد من بلاس؟ حد من بلاس؟ بلاس فيها اماكن اثريه ولا لا؟ بلاس فيها اماكن اثريه. دي خريطه